ارتفاع أجور المولدات الأهلية قياسا في ساعات التشغيل يعود الأمر لتوجيهات المسؤولين في المحافظة. تحديد الأوقات وقطع الكهرباء والتحكم بالخطوط الذهبية تبقى تحت تصرفهم دون مراقبة حقوق المواطن الكربلائي. والله احنا ملتزمين على الكتاب مال المحافظة. احنا يعني الكتاب مال المحافظة هو اللي يصدر من المحافظة. لان هم من الناس اكو مواطنين عبالهم احنا اللي نصعد وننزل بالاسعار. والا هو لا، احنا هم اصحاب عوائل نتمنى يعني يصير بخمسة بس غير بفائدة للمولدة. هو هذا كله عندنا غاز، عندنا دهن، عندنا مدري شنو شغلات هواية عندنا. يعني احنا الشغلة يم المحافظة، كل التسعيرة كلها يم المحافظة. مشكلة الكهرباء الأزلية التي تبقي الفقيرة تحت مطرقة الأجور العالية وتحت سندان السياسي الذي لا يهتم إلا بزيادة معاناة المواطن لجعله يدور حول نفسه. والله بالنسبة لموضوع الكهرباء، هو موضوع الكهرباء معروف، هذا موضوع سياسي يدوخون الشعب حتى الشعب ينتهي. كهرباء وطني مولدة، الكهرباء موجودة، اللي سووا أشكالهم ما يعرفون يسوون كهرباء زين. عندنا فلوس خير من الله زيد من كل الدول إحنا. وبالنسبة للمواطن الاعتيادي اللي ما عنده كهرباء أكيد راح يسحب مولده، والزنقين الله مفضل عليه راح يسحب خط ذهبي، واللي ما عنده فقير راح يكتل الحر ويسحب عادي زين، واللي ما عنده يتكون مع 3-4 والمولده جبرة اللي يدفعهم كلهن. هاي وضعية الكهرباء بالعراق. مواطن من الطبقة الفقيرة اللي راتبه لابد أن يكفي طعام زائد كهرباء زائد شرب زائد يعني مستلزمات الحياة اليومية، فأكيد إذا كان هذا الراتب قليل فيا ترى هل يأمن حياته من ناحية الكهرباء ويدفع سعر الأمبير الذهبي 10,000 دينار أو يبقى على هذا الخط العادي ب4,000 أو 5,000 دينار ويأكل الحر خلال ساعات الصيف الحارة؟ يا ترى هل الحكومة عندها قرارات أو فد أمور الصحة هذا الشيء؟ لأن يعني خطي هذا الشعب عانى كثير. هذا موضوع معين هو موضوع الكهرباء، وخاصة يعني أصحاب المولدات هم أصحاب صاروا يعني كيف أرد أعبر عن هم أو شنو أقول، يعني أنه مجرد ما تدفع اشتراك الكهرباء راح يطفى عليك الجوزة، وأنت وعائلتك عندك هذا العمر الصغير العمر شهر شون راح يتحمل هاي درجة الحرارة العالية؟ ويعني نقول لك الله يا الفقير بهذا الوضع وهاي الأشهر الحارة بالعراق العظيم. سنوات عدة والتيار الكهربائي يعاني مرض الزهايمر كونه ينسى دائما حقوق العراقيين في العيش الكريم وسط حر كظيم. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.